السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا. في يوم جديد وحلقة جديدة واخر دفعة زغاليل داخل السلاكة موسم 2024، والحمد لله الموسم ده ان شاء الله تزورونا في الموسم الجديد واحنا بنرقي الحمام، ومعانا ان شاء الله بتاع 9 حمامات كده اهو، 3 خصوص قشر بنادق دولت اللي باقيين من الحمام، وتلات شبابات صغيرين من ضمنهم 2 قشر بنادق وزغلوله صغيره خضراء. هنتفرج عليهم كده التلات خصوص قشر بنادق دولت، هنقول لك اسعارهم، وده هيبقى عرض، والتلات برضه الشبابات الصغيرين دولت عرض عليهم كده عشان خاطر هم دولت يعتبر اخر مجموعه في الحمام اللي احنا كنا ايه عارضينه، القشر بنادق والتعليقات والحمام اللي كان موجود ده. الخصوص اللي احنا هنتفرج عليها دي كل قص فيهم ان شاء الله هيبقى ب 1000 جنيه، يعني فرد الحمام يقف ب 500 جنيه، ثلاث شبابات دولت سعر الشاب 250 جنيه، الثلاثة في قلبه بعدهم ب 750 جنيه. طيب بالنسبة للناس اللي هي بتسألني على زغاليل، والله أنا زي ما أنتم شايفين كده أدي الدكورة ابتدت اللي احنا فكينها كده اهو، وابتدت في مرحلة القدش، فاحنا يعتبر فكين الحمام من قلب بعض. كم زغلول اللي باقيين دولت اللي هم كانوا زغاليل تحت الاهالي مدبسه، وفي كم حصوه كده اللي احنا كنا نكشنهم دولت قبل ما نفك الحمام. زغاليل سنها صغير ان شاء الله، وقت ما يجازوا انا اعرضه لكم كده اللي موجودين، ودولت هيبقى اخر دفعه زغاليل ل 2024. حته الناس اللي بتسال على دكورة ولا شبابات، والله يا جدعان انا ما في حاجه قدامي دلوقتي اللي هي مثلا للبيع ان كان دكورة ولا شبابات. ناس كتير بتتصل على شبابات ودكورة شار وزغاليل، القصه دي كلها والله ما في حاجه قدامي عشان اعرضها لكم. لو في اي حاجه هنبدا اللي احنا نعرضها لكم على القناه او على الجروب او اي حد بيكلمنا كده. احنا كده كده ما بنتعرقش من حمام، يعني لو في عندك شويه حمام وسايبين جامدين ومش عارف ان انت بتخرجهم، ناس دول بيقول يعني ايه اخواتي، فاحنا بنقدر ان احنا نمشي لهم الحمام ده عن تجربه، يعني الحمام ده بنكون عارفين اصله وفصله، مش اي حمام اللي احنا بنحطه على القناه، لان في الاول وفي الاخر بيبقى في وش الواحد، ولا بنلم شويه من السوق ونحطهم لكم ونقول لكم ايه حمام سايب وحمام جامد وتنزل تلمه من على الاسطح، لا، حمامه سايبه يبقى هي سايبه في قلب غيتها، تتجاب من قلب غيتها لصاحب النصيب. تمام يا رجاله، تعالى نتفرج كده مع بعضنا كده عشان ما نطولش عليكم برضو، نقول بسم الله. بص انا فاكك ايه الحمام ده من بعضه، زي ما انت شايف كده هتلاقي ايه الطواجن مقلوبه، وادي اهو الدكوره بتبدا اللي هي تجرر على النتي، النتي دي مفكوكه كده من اللي هي من بعضهم ومفديين يعتبر. دولت اول قص كده معانا في العرض اهو، الدكر ده والنتايه اهي، حتى هتلاقي النتايه داخله في قلش كده اهو. دولت اول قص، وده تاني قص معانا، دكر كويس قوي يا جدعان، بس هم عشان اخر يعتبر مجموعه اخر ثلاث اسس فاحنا بنمشيهم اهو. ده سعر القص 1000 جنيه، وادي دولت ثالث قص، فانت معاك الاولاني والثاني، وادي الثالث اهو، ثلاث اسس اهم. قشر بنادق بالصلاه على النبي كويسين، وحمامها شغاله، حمامها اللي ما تحسش تخصني. دولت اهم الثلاث شبابات يعتبر، قشر بندق ده يجي دكر، دي تيجي انتايه، خضره دي تيجي انتايه، يعني الثلاث حمامات كن زغاليل نش بالظبط. هم عشان اخر برضو ثلاث شبابات معانا اهو، الشاب ب 250، ثلاثة دولت مع بعضهم يا جدعان برضو عشان ايه نريح دماغنا برضو من القصه دي. معاك ثلاث حمامات اهو، حمامه خضراء طالعه كويسه، تيجي انتايه، اتنين قشر بنادق انت ورزقك فيه، يعني هو ده يجي دق لجوه دي ان شاء الله ان شاء الله تيجي انتايه. تمام، ده بالنسبه للعرض اللي معانا. تعال بقى نوريك ايه الزغاليل. بص يا رجاله ادي الزغاليل اهي اهو، زغلول السود غزار،
الزغاليل في السن ده، فانا ان شاء الله يجازه وصاحب النصيب بقى هو ايه ياخده. برضو الواحد ما بيحجز زغاليل ولا اي حاجه، لان الحاجه دي يا جدعان في علم الغيب عم ممكن انت فاهم ازاي بتكون مثلا ايه تحت الاهالي وما فيهوش اي مشكله، ومره واحده تلاقيه اتفقد. فالواحد بقى بيريح دماغه، لا الجاهز هو اللي بيعرضه للبيع. وادي اتنين سكرتات اهو، حتى تلاقي انت دلوقتي الزغاليل دي معظمها مع الدكوره بس اهو. دولت ان شاء الله يجازوا كده ونجمعهم كده ونشوفهم كم زغلول ان شاء الله. ما لو جاهزين والله مش هنبخل على اي حد وايه هنمشيهم. زغلول ابلة احمر وزغلول على فرق، وادي زغلول سكروت اهو. وادي زغلول خط اهو. معظم الحامة اهو، الذكورة هي اللي قايمة بالواجب مع الزغاليل دي. وادي زغلول شخشولي، في كام واحد برضو فوق لسه برضو ايه في العمر ده او لسه ما جهزوش تمام. ودول بقى اللي هم ايه اهو، دول اصغر حاجة كده، في كام واحد فوق كده اهو يشد عنهم برضو. وقت ما يجازوا الحام ده ان شاء الله نبدأ اللي احنا نعرضه ليكم. ادي اهو نتي كلها فكت، والزغلول الصغير بيتساب معاه مع الدكر اهو. وادي النت زي ما انتم شايفين، كل النت اهي سايبه اهي، نت الحضان صف قلب الارضيه في الشله دول، تحتهم زغلول اهو يشرب بنادق. تمام يا رجاله، عشان خاطر برضو اخواتنا وحبايبنا. اخر بصه كده على الاسوس دي عشان نختم الفيديو بتاعنا. اللي حابب اي شيء سيب لكم رقم التليفون للتواصل معانا. تمام يا رجاله، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.